السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه فالعمر يمضي. حقيقة أثبتت آخر الدراسات التي أجريت في بلاد الغرب أن معظم الشباب والبنات يجلسون يوميا على الهاتف وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 5 ساعات، يعني تقريبا تلت المدة اللي هم بيكونوا صحيين فيها، يعني تقريبا تلت العمر بيقضوه مع الهاتف. طب يا ترى هل الجلوس ال5 ساعات دولت على الهاتف هل هو فعلا في مصلحة دينهم أو دنياهم أو في مصلحة بلادهم أو مصلحة دينهم، ولا في يعني المهاترات والشاتنج والبحث عن الأماكن الغير طيبة أو غير ذلك أو لنشر الفساد عياذا بالله عند البعض؟ هذه المسألة محتاجة أن كل واحد فينا يراجع نفسه، لأنه في يوم هنقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى سيسألنا الله عز وجل عن كل صغيرة وكبيرة. قال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون سبحانه وتعالى وجل جلاله. فهو القائل سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. فحقيقة احنا محتاجين كلنا شباب وبنات وشيوخ ونساء وأمهات وأباء، كلنا محتاجين نراجع نفسنا في جلوسنا أمام السوشيال ميديا، أمام مواقع التواصل الاجتماعي. يا ترى قعدتنا قدامه بتقربنا من ربنا ولا بتبعدنا؟ يا ترى اللي بننشره بيحض الناس على فعل الخير ولا بياخذ بأيدي الناس إلى فعل ما يغضب المولى عز وجل؟ يا ترى الوقت دوت هيتحسب في ميزان حسناتي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا كل لحظة أقعدها قدام السوشيال ميديا هتتكتب في ميزان سيئاتي؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي المقابل: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، وده بيحصل في السوشيال ميديا. لكن في المقابل أيضا، ده منطوق الحديث، لكن مفهوم الحديث: والدال على الشر أيضا كفاعله. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا ممن يسنون سنة حسنة ولا يسنون سنة سيئة. وأسأل الله ألا يجعلنا وإياكم ممن يضيعون أعمارهم فيما يغضب الله، بل يجعلنا ممن يستثمرون أعمارهم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. بحبكم في الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان